الفكرة ما تفهمنيش غلط، ده انا كنت عارف اللي هي تعمل لي عيد ميلاد، بس انا جبت صاحبتي من الشغل عشان تحضر معايا العيد ميلاد. صاحبتك؟ صاحبتك؟ معلش يابا والله سامحني يابا سامحني. قابل قولي طيب، قابل قولي، قابل قولي، انت عملت كده ليه؟ محمد بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هروح النهارده بيت اسبوع عند ماما. النهارده؟ النهارده يا بنتي، النهارده عيد ميلادي. ايه يعني عيد ميلادك يا محمد؟ هو انت عيل؟ ايه يعني؟ ايوه هو انت عيل. ايه عيد ميلادي؟ عيد ميلادي. روحي روحي. ماشي طيب، ماشي. انا هقوم بقى اجيب شنطتي. قد ايه بس هتروح؟ قد ايه؟ اسبوع. ماشي سيبني النهارده عيد ميلادي. ماشي دعاء، انت اللي جبت لنفسك، اتغيرت معايا. طيب ماشي ماشي، والله انت اللي جبتي لنفسك يا دعاء. طيب الو الو يا رندا. يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. على فكره النهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب يا دوري. وانت بالصحه والسلامه. ايه عايزين نقضي الاسبوع مع بعض الاسبوع ده؟ اسبوع بكل حاجه. ما هي مراتي بقى سايبانا اسبوع بقى. لا المفروض ان راحت فين النيله دي؟ راحت لامها. طيب هتعدي عليا؟ طب بصي دي نص ساعه بالظبط وعد عليك. اوكي ماشي ماشي، يلا باي. بس كده كده ناقص التورته اهم بيرن. الو. لا الباب، لا انا عايزه من باب الجنينه. طيب ماشي انا هفتح لكم اهو. اهو يا دعاء. بابا عامل ايه؟ جايبانا زي الحربيه كده من البلكونه. معلش حقك عليا، ده انا محمد ممكن يجي من الباب في اي وقت. ده عيد ميلاد يا بنتي، حد يحتفل بعيد ميلاد في البلكونه؟ ايوه انا عامله له مفاجاه. اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما جبت لك امك معاكي واخوكي وعيال اخوكي. عامله ايه نوري؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه يا عمتك؟ كل سنه وهو طيب. نورتوني. طب هو يعرف؟ لا بص بقى، احنا خلاص هو زمانه جاي لان ده ميعاده. انا هطفي النور وهنقف نستنى. ده انا عايزنا فرحه والله. يلا تبقى مفاجاه جميله. استنى. طب احنا نستنى هنا ولا ايه؟ خليكم مكانكم. طيب ماشي. طفي طفي النور ده، طفي النور ده من هناك من هناك من هناك. تعالى معانا هنا، تعالى معانا هنا. والتورته خلاص زمانها جاي. محمد جه اهو. يا ابني انت متاكد؟ استنى يا ابني انت متاكد ان هي هتقعد اسبوع؟ يا شيخه دي فكتني، ده بقى هتقعد اسبوع؟ مفيش اي حد. مش عارف الدنيا ظلمت ليه كده؟ ايه ده؟ تعالى يا حبيبي تعالى. على فكره ما تفهمنيش غلط، ده انا كنت عارف اللي هي تعمل لي عيد ميلاد، بس انا جبت صاحبتي من الشغل عشان تحضر معايا العيد ميلاد. صاحبتك؟ صاحبتك؟ معلش يابا والله سامحني يابا، سامحني يا مان عليك يابا. بقى مراتك؟ مراتك تعمل لك عيد ميلاد؟ سامحني يا مان عليك. سامحك ايه؟ دي ما فيهاش مسامحه، دي ما فيهاش مسامحه. انت بتعمل ليه كده؟ صاحبتي ما وقعت فهمني غلط يابا، صاحبته والله. امال نفهمك ازاي؟ دي مين دي؟ مين دي؟ صاحبتي يابا في الشغل، وانا جيت عشان تحضر عيد ميلاد معايا. صاحبتك؟ انا مش عارف نعمل معاك ايه. سامحنا من عليك. مش عارف نعمل معاك ايه. من عليك سامحني. انا والله من عليك نعمل معاك ايه. بنت الناس دي ذنبها ايه؟ سامحني. طيب انا عملت فيك ايه؟ طيب قول لي. طب انا عملت فيك ايه؟ طب قول لي انت لقيت في دي ايه؟ انت بتقول معاك وانت عارف ان هي ان انا هعمل لك عيد ميلاد وعشان كده جبتها. انا سامعاك بوداني وانت بتقول لها هتقعد اسبوع. ليه يا محمد؟ قول لي بس ليه؟ يعني حتى اول مره في حياتي اقول لك انا رايحه عند ماما هقعد اسبوع. انا قصرت معاك في ايه؟ طيب انا جبت باباك ومامتك واخوك عشان دول اكتر ناس هيفرحوك، حتى ما قلتش لحد من اهلي عشان انت بتحب اهلك اكتر. انا عملت كل حاجه انت بتحبها. سامحيني يا دعاء. اسامحك في ايه؟ سامحيني يا دعاء. يعني انت تجيبها دي دي هتقعد معاك اسبوع في بيتك؟ يعني قول لي انت هتعمل ايه؟ دي انت قابله على نفسك كده الحرام؟ انت قابل تعمل حاجات حرام في بيتك؟ انت قابل؟ قول لي. طب انت لو قابل قول لي. طيب قابل قول لي. قابل قول لي. انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه قول لي؟
انا استاهل ده. مش محترمه، خربتي البيت. انا استاهل ده. بص انا مش عاجبك فيها. اهدي يا دعاء، اهدي. طلقني، انت بني ادم مش كويس اصلا. خربتي بيتك كبيره. انت تستاهل القتل على اللي عملته في مراتك. انا اسف. تعمل لك عيد ميلاد، دي هديتك ليه؟ دي هديتك ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سامحني يا بابا، انا عليك يا بابا. اوعى بابا انا اسف. وانت امشي بقى بره، امشي، خربتش البيت. ست مش محترمه، مش عايزين نعرفك تاني. تخرب بيتك بيدك يا محمد. غصب عني والله. انا غصب عنك يا محمد. هي اللي قالت لي اللي هي رايحه اسبوع عند امها. يا راجل، ده عامله لك عيد ميلاد وعزمانه وبتحبك وبتحافظ عليك وعلى كرامتك، دي هديتك ليها. وحطيت وش ابوك في الطين ووشنا كلنا في الطين. غصب عني والله، والله غصب عني. انك لله يا محمد.